أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المصدر أونلاين: صحفيات بلا قيود ترصد 56 انتهاكا بحق الصحفيين منذ بداية العام. من الصحوة نت: حملة تضامنية مع 36 مختطفا يخضعون لمحاكمة هزلية بصنعاء. ومن موقع الجزيرة نت: 4 أشهر على مقتله، أين يخفي الحوثيون جثة صالح؟ وأخيرا من صحيفة الشرق الأوسط: المبعوث الأممي متفائل بعد أسبوع في صنعاء. أهلا بكم. يتنافسون على من يعتقل من الصحفيين أكثر، من يمعن في التعذيب بشكل أشد، ومن يجعل الكلمة غير مسموعة. هذا ما درجت عليه الميليشيات، وقد رصد أحدث التقارير حركة الحرية نحو الانهيار، وعنون موقع المصدر أونلاين: صحفيات بلا قيود ترصد 56 انتهاكا بحق صحفيين منذ بداية العام الجاري. وقالت منظمة صحفيات بلا قيود أنها رصدت 56 انتهاكا بحق صحفيين منذ بداية العام الجاري، أبرزها 25 حالة اختطاف واحتجاز، وثلاث حالات قتل، وأربع حالات إصابة، وست حالات إغلاق واقتحام وإحراق مؤسسات إعلامية. وذكرت أن 3 سنوات من الحرب في البلاد تسببت بوضع مأساوي للصحفيين، حيث قتل أو أصيب عشرات منهم، فيما تعرض مئات آخرين لانتهاكات كالاعتقال والتهجير القسري والفصل من العمل. وحملت المنظمة قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية المدعومتين من دولة الإمارات المسؤولية عن أكبر عدد من الحالات المسجلة هذا العام، بواقع 24 انتهاكا ونسبة 43% مقابل 14 انتهاكا، أي 25% تقع مسؤوليتها على ميليشيا الحوثي. يضيف التقرير: توزعت بقية الحالات بين القوات الموالية للحكومة وقوى سياسية أخرى وطيران التحالف العربي ومجهولين. اليمن كابوس مزعج يرافق بن سلمان في زيارته لأمريكا، هذا ما عنون به الموقع بوست في تقريره الأخير أو في تقريره الخاص عن زيارة ولي العهد السعودي إلى عدد من الولايات الأمريكية. وقال الموقع أن اليمن تحول إلى موضوع للجدل داخل أروقة المؤسسات الأمريكية قبيل وأثناء زيارة ولي العهد السعودي للولايات المتحدة الأمريكية التي يزورها للمرة الأولى منذ توليه ولاية العهد. مبعث هذا الجدل يأتي وفقا لتقرير الموقع بسبب الحرب التي تشنها السعودية على اليمن منذ العام 2015، وتدخل سنتها 4 في 26 من مارس، وهي الحرب التي تتزعمها السعودية وحلفاء عرب آخرون أبرزهم دولة الإمارات. وقبيل الزيارة طرح 3 من أعضاء الكونغرس مشروع قرار يدعو لمراجعة موقف البيت الأبيض من الحرب الجارية في اليمن ومشروعية تدخل واشنطن في هذه الحرب. يضيف الموقع: لكن دلالة هذا الحراك التشريعي والسياسي كان بحد ذاته ملفتا فيما يتعلق بالحرب في اليمن، فلم يصل هذا التطور في الموقف بشكل أساسي إلا بعد تعقد الحرب في اليمن ووصولها إلى طريق مسدود. الأمر أيضا لم يتوقف عند حدود التفاعل الرسمي الأمريكي، بل وصل إلى نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، فقد تطوع نشطاء لزراعة 1000 وردة في حديقة البيت الأبيض تعبيرا عن الضحايا من الأطفال اليمنيين الذين سقطوا جراء الغارات السعودية على اليمن. تجربة عدم في تعز، تحت هذا العنوان كتب سلمان الحميدي مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا: عمليات الاغتيال بدأت في تعز منذ فترة، لكن منذ الجمعة الفائتة بدأت المسحة التي نشاهدها في عدن، اغتيال الأئمة المشهود لهم بالوسطية والتنوير. صديقنا الحبيب عمر دوكم يرقد حاليا في غرفة العناية المركزة، تعرض لمحاولة اغتيال بعد خروجه من جامع العساء وسط مدينة تعز، تعرض للمحاولة في وضح النهار وبعد خروجه من صلاة الجمعة. صديقه مدير إدارة التوسع والاحتياج في مكتب التربية والتعليم رفيق الأكحلي كان إلى جوار دوكم، ارتقى شهيدا.
فيما عمر في حالة حرجة. عمر خطيب ذكي وأحد المثقفين الكبار الذين ظلمتهم المرحلة. دوكم يقرأ كثيرا، يعرف أدب يوسف زيدان وكتاباته أكثر منا نحن المهتمين بالسرد. عرفته من خلال ملحق أفكار، كان يكتب عموده المسمى منور في الصفحة الأخيرة من الملحق المهم الصادر عن صحيفة الجمهورية. عندما يصعد المنبر لا يقرأ من كتاب خطيب المنبر المركون في الرف القديم ولا من الواتس. يعد خطبته بشكل جيد، لكنه يبدو في أعين مختزلي الدين بالمظهر مواليا للعلمانية، لأنه داعية تعايش وصاحب فكر، ولأنه في نظرهم بلا لحية. يتحدث موقع الصحوة نت عن حملة تضامن مع معتقلين في سجون ميليشيات الحوثي، ويعنون الموقع: أبرياء في محاكم باطلة، حملة تضامنية مع 36 مختطفا يخضعون لمحاكمة هزلية بصنعاء. قال الموقع إن ناشطين حقوقيين دشنوا مساء اليوم السبت حملة تضامنية أو مساء أمس السبت حملة تضامنية مع المختطفين الذين يحاكمون في محاكم هزلية بالعاصمة صنعاء. ووفقا للموقع فإن الحملة هدفت إلى تعرية ما تقوم به جماعة الحوثي الانقلابية من اختطافات تتبعها محاكم هزلية عقب انتزاع اعترافات باطلة تحت التعذيب. يضيف الموقع: يأتي هذا تزامنا مع استمرار ميليشيا الحوثي إخضاع 36 من المختطفين المدنيين بينهم أكاديميون وباحثون في سجونها بصنعاء لمحاكمات هزلية بدأتها منذ إبريل من العام الماضي 2017. عنوان اقتصادي بارز تصدر الصفحة الرئيسية لموقع المشاهد نت: بريطانيا تعلن عن استعدادها مساعدة البنك المركزي اليمني فنيا وماليا. قال الموقع إن المملكة المتحدة البريطانية أعلنت استعدادها مواصلة المساعدة الفنية والمالية للبنك المركزي اليمني. وأبدى السفير البريطاني خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي استعداد بلاده مواصلة المساعدة الفنية والمالية وكذلك دعم جهود البنك في إعادة تفعيل الحسابات البنكية مع البنوك البريطانية وإعادة هيكلة وتطوير البنية المؤسسية المصرفية للبنك المركزي والذي تشارك فيه المملكة المتحدة ضمن مجموعة الدول الأربع المساندة للملف الاقتصادي بجانب الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات وبمشاركة صندوق النقد الدولي. هذا زمن عودة إلى نوع من أحط أنواع الاستعمار وأشرسها، يتولاه ملالي يعتبرون كل ما يصدر عنهم إلهي، على الرغم من أن ممارساتهم تجافي كل ما هو إنساني وحر في تراث الإنسانية وتاريخها، وتناهض يقظة تاريخية تعيشها شعوب منطقتنا. هكذا كتب السوري ميشيل كيلو مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في أجزاء من المقال: ليس التدخل العسكري الإيراني المباشر في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغير المباشر في بلدان عربية أخرى عدوانا استعماريا تقوم به دولة أجنبية، بل هو تحرك داخل مجال إيران السيادي هدفه حماية الأمن الإقليمي. لذلك تنتظر طهران أن يدعم العالم دورها في اليمن ويساند فتوى المرشد حول إلزام حزب الله بالقتال ضد شعب سوريا التكفيري، ومبادرة حسن نصر الله بشأن إيصال دواعش عرسال اللبنانية بحافلات مكيفة ترفرف عليها أعلام حزبه الصفراء إلى مدينة دير الزور في أقصى الشرق السوري، ويرحب بجهود قناصة الحرس الثوري الذين أرسلوا إلى دمشق قبل أسابيع من ثورتها وقتلوا عشرات الآلاف من مواطنيها المطالبين بالحرية والإصلاح، ويحيي تضحيات حرس طهران وهم يدافعون عن مرقد زينب في ضاحية دمشق الجنوبية التي كانت ستسبى طوال نيف وألف وأربعة أعوام لو لم يبادر حزب الله إلى احتلال المكان، ويساند تطييف نظام العراق السياسي وتغيير بنيته السكانية ودمجه في نظام فارس الأمني وسيطرة حزب الله على دولة لبنان ومجتمعه. قال قائد المقاومة الشعبية في جبهة مريس لمراسل صحيفة الأيام في المنطقة أن الجبهة لا تزال صامدة للعام الثالث على التوالي بجهود ذاتية، وكبدت الحوثيين منذ ذلك الوقت خسائر فادحة، مؤكدا أنه لو وجدت الإمكانات لأمكن تحرير باقي المديريات في المحافظة. وقال ركن إمداد اللواء 83 مدفعية محمد ناجي الخيراني أن قوات الجيش أصبحت أكثر قوة
وجنودها أكثر صلابة وقد اكتسبوا المهارات القتالية خلال فترة الحرب. وفيما يخص الأهمية التي تكتسبها جبهة مرايس، أكد أن جبهة مرايس تعد حائط الصد الأول للضالع والمحافظات جنوبا، إضافة إلى كونها منطلقا لتحرير المناطق الوسطى. وأشار الخيراني إلى أن أسباب توقف جبهة مرايس عن التقدم هو قلة الدعم وشحة الإمكانات، ولو وجد الدعم لأمكن الانطلاق نحو تحرير محافظة إب. وعن الدعم الذي تتلقاه الجبهة، أكد قائد المقاومة أن الجبهة حتى اللحظة لا زالت تقوم على جهود الأهالي، وما يصل من دعم للجبهة من قبل التحالف والشرعية لا يصل إلى 5% من احتياجات الجبهة في التسليح، ناهيك عن بقية المتطلبات. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في تقرير خاص بموقع الجزيرة نت جاء بعنوان 4 أشهر على مقتله، أين يخفي الحوثيون جثة صالح؟ قال الموقع: لا يزال مصير جثة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح مجهولا منذ مقتله برصاص حلفائه الحوثيين يوم 4 ديسمبر الماضي، وهو ما يثير أسئلة عن دوافع إخفائها وعدم تسليمها لعائلته أو أعضاء حزبه. قال الموقع: رغم أن كثيرا من اليمنيين يعتبرون أن اختفاء جثة صالح أمر غريب ويشكل لغزا، فإنهم يرون في صمت قادة حزب المؤتمر الشعبي العام عن حادثة مقتله وعدم المطالبة بجثته والكشف عن مصيرها أمرا شديد أو أشد غرابة، كما يرى نشطاء يمنيون غرابة أخرى في صمت عائلة الرئيس الراحل، وخاصة نجله الأكبر المقيم في أبو ظبي العميد أحمد علي عبد الله صالح، الذي لم يتحدث عن مسؤولية الحوثيين عن مقتل والده، كما لم يتعهد بالثأر له كما كان يتوقع معظم أنصاره. ومما يلقي بمزيد من الغموض على هذه الحادثة خروج القيادي في المؤتمر الشعبي حسين حازم بتصريح لصحيفة الميثاق والتي صدرت مؤخرا بعد 4 أشهر من إيقاف الحوثيين لها، يتحدث فيه عن أن جثة الزعيم لم تعد في الثلاجة منذ وقت مبكر دون أن يوضح شيئا عن مصيرها حتى اليوم. ووفقا للموقع تتضارب الأنباء بشأن مصير جثة صالح، فمن قائل أنها لا تزال في ثلاجة إحدى مستشفيات صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وآخر يؤكد أن الحوثيين دفنوه في مقبرة بأحد سجون صنعاء في المكان نفسه الذي كان صالح دفن فيه جثة مؤسس الميليشيا الحوثية حسين الحوثي، الذي قتل بصعدة خلال أول حرب مع الجيش اليمني 2004. عن الفارق بين الانتقال والانتقام، كتب خيري منصور مقاله المنشور في الخليج، مضيفا في أجزاء من المقال: الفارق على ما يبدو بين الانتقال والانتقام ليس مجرد خطأ مطبعي، ما دام هناك من قرر الثأر مقابل آخرين تحرروا من أعباء الماضي وتطلعوا إلى المستقبل. وقد تكون عبارة ما مضى لن يعود من عالم الشعر، وأقرب إلى ما تصوره الشاعر إدغار ألان بو صوت الغراب، لكن السياسة تقبل مثل هذه العودة، كما تقبل إعادة إنتاج مفاهيم وأحيانا نظم سياسية لكن بأسماء جديدة. وقد يكون ما قاله نيلسون مانديلا عن الماضي في بلاده، رغم أنه كان مثقلا بتراث عنصري واستبدادي، جملة معترضة في زماننا هذا، فالرجل تفوق على نداء الغرائز وشهوة الانتقام، وكان نموذجا للتسامح أو بمعنى أدق للعفو عند المقدرة.
وإذا كان عصرنا قد ودع مفاهيم ومنظومة من القيم في مقدمتها الفروسية لصالح البراغماتية، فإن ما جسده مانديلا من تسامح الأقوياء سيكون على الدوام بوصلة من ساروا على هذا الدرب. والعدالة حين تكون انتقامية تفقد معناها، لأن من يدعو إليها هو كالتلميذ الذي تكمص جلاده وأصبح يقلده ولم يطرح ما هو مضاد لتفكيره وسلوكه معا. وحين قيل عن الثورة الفرنسية إنها أكلت أبناءها، لم تكن ثورات أخرى في القرن العشرين وما أعقبه قد أكلت أحفادها أيضا، لأنها تمددت نحوهم بكل حمولتها من الانتقام والثأرية. وحين يكون حراك ما ضد الاستبداد، فإن أول ما عليه التبشير به هو العدالة والإنصاف. وكما أن الحق لا يمكن أن يوصف بأنه باطل، فإن العدالة لا يمكن أن توصف بالانتقامية. بعد 7 أيام قضاها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في صنعاء للاستماع إلى قادة ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية والمكونات الموالية لها، غادرها أمس. ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، فإن غريفيث متفائل بعد زيارة دامت أسبوعاً لصنعاء. وكان المبعوث الأممي قد وصل إلى صنعاء رفقة وفد يضم نائبه معين شريم في أول زيارة له للعاصمة اليمنية بعد تكليفه بالمهمة الجديدة، خلفاً للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي ودع المنصب في فبراير الماضي، متهماً الحوثيين بإفشال مساعيه الحميدة التي استمرت 3 سنوات لإيجاد اتفاق للسلام. وقبيل مغادرة غريفيث مطار صنعاء، قال في تصريح لوسائل الإعلام أن أطراف الصراع في اليمن أبدت رغبة شديدة على حد قوله لجهة الوصول إلى حل للأزمة والانخراط في الحوار. وكشف المبعوث الأممي عن زيارة مرتقبة له الأسبوع المقبل تشمل مدينتي عدن والمكلا الجنوبيتين في سياق مهمته الرامية إلى الاستماع إلى جميع الأطراف والقوى اليمنية وبلورة خطوط عريضة للحل. وفي معرض تفاؤله بنجاح مهمته الأممية بناء على المؤشرات الأولية التي لمسها من الأطراف التي قابلها، قال غريفيث: ما سمعته منهم يعطيني المزيد من الأمل بأننا نصل معا لحل يمكن أن يجلب السلام لليمن. إلى الأخبار المنوعة، حيث عنونت صحيفة الخليج: مقتل 3 إطفائيين هرعوا لإنقاذ كلب. قالت الصحيفة: غالبا ما يجود الإطفائيون بأرواحهم في مقابل إنقاذ العالقين وسط النيران أو في أماكن خطرة، لكن 3 منهم بينهم 2 من المتدربين جيدا فعلوها هذه المرة في كوريا الجنوبية أثناء استجابتهم لمكالمة هاتفية لإنقاذ كلب. ووفقا للشرطة، مات رجال الإطفاء 3 في حادث على طريق سريع بالقرب من تقاطع سينان في مدينة أسان بمقاطعة تشانغ تشونغ الجنوبية صباح أمس، عندما اصطدمت شاحنة تبلغ حمولتها 25 طنا بسيارة الإطفاء التي كانت متوقفة على جانب الطريق. الجمهور الأمريكي قلق من الدولة العميقة. تحت هذا العنوان كتب جون في وولش مقاله المعد نشره في صحيفة الغد، مضيفا في أجزاء من المقال: على الرغم من أن معظم الأمريكيين ليسوا على دراية تامة بمعنى مصطلح الدولة العميقة، تقول استطلاعات الرأي الحديثة إنهم يشكون في وجود مسؤولين حكوميين وعسكريين غير منتخبين يتلاعبون بالسياسة الوطنية ويستغلونها أو يديرونها سرا. تشكل عبارة الجمهور قلق من الدولة العميقة العنوان الرئيسي الذي يضعه معهد استطلاعات جامعة مونماوث لاستطلاعه الذي أجراه مؤخرا. ومع الاعتراف بأن الاستطلاع عن مفهوم الدولة العميقة إشكالي، لأن قلة من الأمريكيين فقط هم على دراية تامة بمعنى المصطلح، عرف المستطلعون في جامعة مونماوث المصطلح للذين أجريت معهم المقابلات. يشير مصطلح الدولة العميقة إلى الوجود المحتمل لمجموعة من المسؤولين الحكوميين أو العسكريين الذين يتلاعبون بالسياسة الوطنية أو يديرونها سراً. حوالي 3 من كل 4 يقولون إنهم يعتقدون إن هذا النوع من المؤسسة موجود في واشنطن. ويشرح التقرير أن الاعتقاد بوجود الدولة العميقة موجود لدى أكثر من 7 من كل 10 أمريكيين في كل من مجموعة حزبية. هناك الآن شعور مشؤوم لدى الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء،
بأن ثمة دولة عميقة من الناشطين غير المنتخبين هي التي تتحكم بمقاليد السلطة. وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض الفروقات العرقية والإثنية المهمة، وإنما ليس المفرطة حول هذه المسألة. أهم أحداث الأسبوع كما وثقتها عدسات مصوري الجارديان، نتابعها في جولتنا لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.